عمار يا من تلقى في الجنة حور نص الهجن من كل دار فالعصر ما هل الركض دار كل عام ينزح الستار وترف في الوثبان شور تسعيرة طوال العام. بسم الله الرحمن الرحيم. ينطلق شوطنا الثاني عشر للفئة القعادين الحجايج والمسافة المغرة 3 كيلومترات. أشواطها تقدح شرار تبغي لها نادر ذيور تأخذ من أوصاف المهار ومن الضبا سرعة ويجار أروحت والشوط نار الطير مع سرب الطير. نروح ونبحر مع اللي غير الصدارة والمركز الأول. الصدارة والمركز الأول سلهود ناصر بالسعودي بن حمرور العامري على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز شوف اللي قادم شاهين منصور بن حمد بن محمد بن رامس الوهيبي على ثاني المراكز. ولكن شوف اللي غير من الجانب الآخر غير متعب حامد بن شامس بن خصيب السعيدي على ثاني المراكز وعينه للصدارة والمركز الأول. أما ثالث المراكز الحاسم حمود بن مقبل بن سيف اليحافي على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شوف اللي قادم على رابع المراكز الزعيم مبارك بن محمد بن مبارك بالطماطم العفاري على رابع المراكز. أما خامس المراكز شوف اللي قادم الفارع محمد بن شطيط بن حمد الشامسي على خامس المراكز. أما سادس المراكز شوف اللي قادم الأسد حمد بن عبيد بن حلوس العامري على سادس المراكز. أما سابع المراكز شوف اللي قادم على سابع المراكز غادم مطفي جابر بن راشد بن حماديه العفاري على رابع المراكز. ولكن شوف ولكن نعود حيث الصدارة والمركز الأول. نعود مع الفارع الصدارة على المركز الأول محمد بن شطيط بن حمد الشامسي الصدارة على المركز الأول. أما ثاني المراكز المدعي محمد بن سعيد بن حطم العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز مخاصم حمد بن سهيل بن حمد الدليل العامري على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شوف اللي غادم الشارد محمد بن دحبه مصقوح العامري على رابع المراكز. أما خامس المراكز الحاسم محمود بن مقبل بن سيف اليحافي. أما سادس المراكز متعب حمد بن شامس بن خصيب السعيدي على سابع المراكز. أما ثامن المراكز شوف اللي غادم على ثامن المراكز الشارد محمد بن دحي بن صقوح العامري. أما تاسع المراكز شوف اللي غادم على تاسع المراكز من الجانب الآخر شاهين سالم بن علي بن مكتوم الجنيبي. لكن نعود مع اللي غير الصدارة والمركز الأول المدعي على الصدارة وعلى المركز الأول محمد بن سعيد بالحطم العامري. لكن من الجانب الآخر شوف اللي غير الفارع محمد بن شطيط بن حمد الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول. أما ثاني المراكز المدعي على ثاني المراكز محمد بن سعيد بالحطم العامري على ثاني المراكز. أما ثالث المراكز شوف اللي قادم مخاصم حمد بن سهيل بن حمد الدليلة العامري على ثالث المراكز. أما رابع المراكز شوف اللي قادم الله 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 قادم براق على ثالث المراكز. قادم براق صالح بن سالم بن الحميد اليحافي على رابع المراكز. ولكن نعود مع الصدارة وعلى المركز الأول نعود مع الفارع محمد بن شطيط بن حمد الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول. ولكن شوف اللي قادم على ثاني المراكز قادم المدعي محمد بن سعيد بن حطم العامري على ثاني المراكز وعينه للصدارة وإلى المركز الأول. المدعي محمد بن سعيد بن حطم العامري. هو لكن شوف اللي قادم بسم الله ما شاء الله الشارد على ثالث المراكز محمد بن دحبه بن صقوح العامري. ولكن نعود مع الفارع على الصدارة وعلى المركز الاول الله 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 محمد بن شطيط بن حمد الشامسي على الصدارة وعلى المركز الاول ويباعد ما بين بقيه المراكز. اما ثاني المراكز المدعي محمد بن سعيد بن حطم العامري. اما ثالث المراكز شوف اللي قادم على ثالث المراكز
الشارد محمد بن دحفان صقوح العامري، لكن العود مع الفارع، الفارع الصدارة على المركز الأول يباعد ما بينه وما بين بقية المراكز، الفارع الفارع الفارع، تهانينا تهانينا من هذه اللحظات إلى محمد بن شطيط محمد الشامسي بمناسبة فوز الفارع وحصوله على المركز الأول. أما ثاني المراكز، ثاني المراكز الشارد محمد بن دحفان صقوح العامري، أما ثالث المراكز المدعي محمد بن سعيد بن حطم العامري، أما رابع المراكز الحاسم محمود بن مقبل بن سيف اليحافي، أما خامس المراكز متعب محمد بن شامس بن الصيب السعيدي. تهانينا تهانينا والناموس لمحمد بن شطيط بن حمد الشامسي بمناسبة فوز الفار وحصوله على المركز الأول، 4 دقائق و49 ثانية و13 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.